اليوم اجمل صدفه اليوم تجمعني مع اخوي فهد. مرحبا وسهلا حياك الله. يعطيك العافيه. الشيخ عبد الله بن جاسم يكون بالشكل هذه في السابق، فكان في مداخل مدينة الدوحة، كان مركز للشمال وكان مركز للجنوب وكان في مركز للعاصمة، طبعا كان مركز كبير. هذا أقدم مركز، هذا من أقدم المراكز تشهر فيه.
الناس قالوا انها ذهب.